يقول حامد عن الجمعية ودورها في احتضان ومساعدة المكفوفين. حضرت مرة من المرات دورة في عن التسويق للنفس، فقلت خلني أجرب كذا، فرحت وقدمت يعني خدماتي للمبصرون المدير الجمعية الأستاذ خالد مشيقح، ومن ذاك الوقت الحمد لله وعلاقتي بالجمعية يعني انقلبت رأسا على عقب. يمكن صار انتمائي للجمعية أكثر من انتمائي لأي شيء ثاني. طبعا الفضل لله ثم المبصرون، هم دعموني وساعدوني إنه أني أكون مدرب على الأصول، والآن الحمد لله أنا مدرب في مبصرون على الأجهزة التقنية والأسطر الإلكترونية. الجمعية الآن تقدم خدمات متنوعة، تقدم خدمات تعليمية للي ما تلقوا التعليم، خدمات ما قبل المدرسة للأطفال الصغار، الاعتماد على النفس، الأشخاص اللي في الجامعات تقدم لهم خدمات تحويل المذكرات، تحويل الكتب من مبصر إلى برايل، تقدم خدمات لبرضو الشباب مثلا طباعة القرآن الكريم. طبعا طبعا القرآن الكريم والله الحمد وصل إلى كذا دولة، مو بس على مستوى المملكة، وصل إلى دول كثيرة. فخدمات كثيرة حق ما فينا نتكلم عنها بهذا الوقت، يعني قد بعضها أنه أنساه بعضها يروح على البحر. أنا لما أخدم أي شخص ويتعلم أشعر بالفرح والسعادة أنه أنا أفدت شخص جديد، أفدت شخص يعني محتاج إلى فائدة معينة. إيش هي النصائح اللي وجهها الأهالي المكفوفين؟ الآن الكفيف بحاجة إلى أول شيء الأسرة تدعم الكفيف، ما تحط له عوائق، يعني ما تقول هذا ما يشوف صعب مثلا يروح صعب يجي. أفراد المجتمع جزاهم الله خير قد يكونون يعني من حسن نية هم يعملون بعض الأشياء، بالذات لما يكون عندهم طفل كفيف تلاقي أحيانا بعض أفراد المجتمع يقول إن هذا مسكين والله يعين أهله عليه. أنتم كذا يا أفراد المجتمع جزاكم الله خير، صحيح أنكم يعني حساسين، لكن هاي أول شيء ترى تضايق الوالدين. أنا متزوج، عندي 3 أولاد وبنت والله الحمد. أولادي عودتهم أنه من الصغر أنه لما نروح مجتمع عميان وكذا أنهم هم يخدمون. طبعاً زوجتي جزاها الله خير ما قصرت معنا، وقفت معنا في كل الأمور اللي نحتاجها، فأوجه لها رسالة شكر وتقدير وامتنان. وماذا عن علاقته بالأب الروحي للمكفوفين الأستاذ خالد المشيقح؟ احنا كمكفوفين نعامل الاستاذ خالد كأب. الاستاذ خالد يعني يقدم لنا النصح، يقدم لنا الارشادات، حتى هو لما يتعامل معنا ما يتعامل معنا كانه احنا متدربين او انه احنا كمستفيدين من الجمعيه، هو يتعامل معنا احنا كأبناء. اخيرا، ماذا تعني حاسه اللمس بالنسبه للمكفوفين اللي ركز عليها؟ بالنسبه للاولاد من يوم يكونوا اطفال وكذا اتلمس جسمه كاملا من اصابع رجوله الى وجهه وانفه وحتى عيونها تلمسها، لكن أكون فيها حذر. حتى الأولاد الآن وهم كبار يعني عندنا والد عمره 10 سنوات وكذا، فأحيانا تلمس كذا وجهه ما عنده مشكلة. أنا من الناس اللي ما أحب أشوف، وسبق أني قلتها من قبل وأفتخر فيها والله الحمد، أحب أشوف أمي اللي هي والدتي لسبب معين، إنه لما أشوف هي قد تكون أكثر واحدة، وهي أكثر واحدة راح تفرح.